تقول هل حفظ البحوث العلمية والمنظومات في العلوم المختلفة مطلب أساسي وواجب لا يتم العلم الشرعي إلا به أو فهم النصوص لمن لا يستطيع الحفظ فيه؟ تعلم العلم له طرق، ما هو كل على هواه، وكل بيوت من أبوابها، كل بيوت من أبوابها، والعلم له أبواب، فعليك أن عليك إذا أردت أن تتعلم أن تنضم إلى الدراسة النظامية في المدارس والمعاهد والكليات، أو تجلس على المشايخ المساجد وتحفظ المتون وهم يشرحونها لك يوصونها. أما أنك تعتزل وتحفظ فقط الحفظ ما يفيدك شيء، بل ربما يضرك، تظن أنك أصبحت عالما وأنت جاهل. الحفظ ما يكفي إلا على أهل العلم، على أهل العلم تحفظ وهم يشرحون لك والظل، هذا طلب العلم.